نبدأ بسلطة البامية، جبنة الفتة، نمشي بس على السريع على المكونات عشان على طول. عندنا بقدونس، صنوبر، ثوم، بصل، بامية، طماط، ملح، وللتزيين عندي شبت وعندنا خبز محمص وعصير الليمون. جميل، طبعا عندنا جبنة فتة من المراعي راح تضيف طعم كريم. أكيد اللي بتحلي الطبق آخر شيء. الحين اللي بنسويه الخطوة الأولى بنضيف الزيت. نحط الزيت وعلى طول بنضيف عليه البصل لأنه حامي. على طول بس يذبل نحط عليه شوية ثوم وعلى طول بنضيف الطماطم. بعد ما أضفنا البامية نتأكد إنها نشلنا الرأس لأنه هو اللي بيعطي اللزوجة. صحيح. وأضفنا عليها ملح. احتفظ أنا ما بينطبخ. عشان لونه. بالضبط. جميل. الحين البامية عندي بضيف لها شوية ماء عشان تطبخ وتتسبك على راحتها. وانت شفت أنا ما حطيت أي بهار. صح. هي السلطة هذه ما فيها بهار على نكهات البامية والطماطم والبصل. البامية والطماطم النكهات الفريش. حلو. وأنت بتزيد عليها البقدونس ممكن نسوي دريسنج خفيف زيت الزيتون وليمون. نضيفه عليها. حلو. بس ما تحتاج بنخليها تطبخ كذي. تمام. فعندنا هنا الجزء الأول من السلطة تقريبا على وشك يجهز، فبنجهز الجزء الثاني اللي هو جبنة فتة. طيب فنشيل شوية، كم تحتاجين تقريبا؟ يعني أعتقد كفاية؟ مثلا يا شوي تقدر تزيدها. يعني ما يضر أبدا. نفتتها. فتتها شوي. فتتها شوي. عادة في رمضان إيش الوجبات اللي دائما مثلاً تصير موجودة في سفرتك، سفرة البيت؟ سلطة حارة. نقدر، هذا سؤال وايد حلو، نقدر نقدمها كذي إذا حارة تتاكل، وممكن إذا بردة تتقدم بعد إنها باردة تتاكل على الطريقتين. فهنا عندنا المضروبة والبامية، طبعاً الروائح رهيبة. مع إنها بسيطة ما فيها وايد أشياء بس. الحين باقي التزيين. التزيين. طبعاً. كنا نقدر نخلط البامية مع البقدونس، إذا نفضل ما نخلطها نحطها تحتها، أنا برش عليها شوية بقدونس. نحط الجبنة الحين؟ نحط الجبنة، إيش رأيك؟ على أساس بعدين نحط عليها الصنوبر ونقدر نزينها بأي شيء إحنا نبغاه. نقدر نحط المكسرات اللي نحبها، نقدر نحط شيري توميتو بدون ما يتحط على النار. نقدر نضيف لها، مثل ما أنا دائماً أقول إن إحنا نعطيهم الأساس وهم جميل. يبدعون. فالدريسنج او هذا اللي فيها بيكون بس الليمون. بنحط ليمون وممكن نضيف دريسنج ثاني، انا شفت ما حطيت الا ملح. حلو. وثوم وبصل، فنقدر نسوي لها دريسنج بعد خاص. جميل. بما ان احنا عندنا جبنه المراعي فبتعطيها هالطعم الكريمي. الكريمي، فما اعتقد ان نحتاج الا بس الليمون. فالجبنه احنا قدمناها بالطريقه هذه، طبعا اللي حاب يقطعها مكعبات يعني الخيار لكم. وكميه الجبن يحطونها على حسب ما هم يبونها. نقدر حتى نحط في النص أساس تعطيها، إحنا ما زودنا الملح بعد، بتعطيها هالموازنة في الطعام. والله ريحة السلطة يمكن غطت على المضروبة شوي. شف بنرد نحط عليها الصنوبر